ضمن حلقات كنيستي لهذا الأسبوع، يسرنا أن نخصص حلقتنا اليوم حول كنيسة القديس جوارجس للروم الأرثوذكس في منطقة الهاشم الشمالي بعمان، لما لها من دور رائد في خدمة العديد من أبناء الرعية في شعائرهم وصلواتهم. المزيد في التقرير التالي. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. بين أروقة وأزقة منطقة الهاشم في قلب العاصمة عمان، تقع كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس. تلك الكنيسة البهية بجمال تصميمها المميز، حيث بنيت على شكل صليب عام 1985. في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وببركة من غبطة البطريرك مثلث الرحمات ثيودوروس الأول، الذي شكل لجنة برئاسة قدس الأيكونوموس عبد الله حمارنه، نجحت في جمع النسبة الأكبر من التبرعات من أبناء الرعية لبناء الكنيسة ومرافقها، وانتهت اللجنة من استكمال أعمال البناء عام 1989. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. عند دخولنا الكنيسة وجدناها مملوءة بالهيبة والروحانية لما تحويه من أيقونات مميزة مرسومة باليد ومعلقة على جدران الكنيسة، ومميزة بالأيقونوستاس أي حامل الأيقونات المصنوع من الرخام، ويحمل أيقونات للسيد المسيح وتلاميذه ولوالدة الإله ولشفيع الكنيسة القديس جوارجيوس، ويحمل أيضا قطعا فسيفسائية جميلة تحكي عن أرض الأردن. وعند دخولنا لقدس الأقداس المزين بأيقونة الأرحب من السماوات، نجد المذبح المقدس وموضوع عليه عظمة صغيرة للقديس جوارجيوس، وقطعة من ثوب القديس يوحنا ذهبي الفم، ومجموعة أخرى من عظام آباء رهبان قطنوا في شمال الأردن وتحديدا في منطقة أم الجمال الأثرية. يخدم الكنيسة الآن قدس الأيكونوموس عبد الله حمارنه، ذاك الأب الورع الذي يقدم بكل تفان وإخلاص خدماته لأبناء الرعية. حدثنا عن تاريخ بناء الكنيسة وعن الآباء الذين خدموا فيها وعن أنشطة وفعاليات الرعية، حيث قال: في تعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. تاريخ الكنيسة القديس جوارجيوس في الهاشم الشمالي هي من أوائل الخمسينات، كانت عبارة عن صالون تعود ملكيته إلى المرحوم عيسى حداد في الهاشم الشمالي، ثم في وسط الخمسينيات انتقلنا إلى مكان آخر، أو في نهاية الخمسينات انتقلنا إلى مكان آخر. أول كاهن خدم في الهاشم، طبعاً أول كاهن خدم هو المرحوم أبونا سليمان عماري،
ثم تلا أبونا جريس النمري، وكان في لجنة مسؤولة طبعاً عن الكنيسة، ولا كلهم متوفين الله يرحمهم، منهم سليمان العبوي ومنهم عواد فخوري وواحد من بيت شليف ما بذكر اسمه، وأيضاً شخص من بيت فخوري آخر. في الكنيسة أو في المكان الثاني شكلت لجنة جديدة أيضاً كذلك برئاسة أبونا سكاب، طبعاً كان جاي من الكرسي الأنطاكي وخدم في عمان 79 80 تقريباً، بالحدود هيك كان 80، وكانت معه لجنة، شكلوا لجنة منهم سيد نائب المرحوم نايف تادروس وجمال فرحات وعواد الفاخوري وميخائيل تادروس، لموا تبرعات واشتروا قطعة أرض بعيدة عن المنطقة هاي حوالي 6 كيلو 7 كيلو، فالأرض كانت لا تصلح للكنيسة، لبناء الكنيسة كانت بعيدة جدا عن الرعية هون، وبعدين هي جاي في موضع منحدر انحدار شديد، وعلى أساس فكروا يعملوها كمان مقبرة، برضو كمان ما زبطت ولا زبطت لبناء الكنيسة. حطوا الأرض باسم مين؟ باسم المختار اللي هو سلمان العبوي. ب79 80 خلينا نقول كان أبونا سكاب وشكل اللجنة الجديدة. طبعا هذا الحكي خدم أظني بعدها أبونا سكاب بسنة أو سنتين، وبعدين سافر يا لبيروت أو رجع ل أو طلع للولايات المتحدة الأمريكية. اللجنة الجديدة اللي شكلت، طبعا الأرض سجلت باسم المرحوم المختار سلمان العبوي، هلا توفى انتقلت للورث، طلبنا الورثة بالأرض على أساس هاي أمانة عشان نشوف شو نعمل نتصرف فيها عشان الكنيسة. الله يرحمه وأولاده من بعده حقيقة أعادوا الأرض للكنيسة. في الفترة هاي أنا كنت ب82 كاهن هون، خدمت سنة في مادبة وجيت هون، وكانت الكنيسة تحت عبارة عن 8 متر بالطول بس بعرض 3 متر، قرروا أنه نبيع الأرض. الأرض بحوالي 40,000 دينار بيعت الأرض، واللي باعوها أولاد المرحوم لأنه كانت باسمهم، فقلنا بيعوها أنتم وجيبوا المصاري، باعوا الأرض هم وجابوا المصاري للكنيسة وسلمونا إياها. فكرنا بناء كنيسة هون، كانت الأرض هاي فاضية وما كان في بنى كثير هون بالهاشمي، وجاي في الوسط ممتازة كانت للرعية، لكن عي يبيعونا أصحاب الأرض بيعوا هاي القطعة، طبعا ما بدهم يبيعوها لجماعة مسيحية. اللي اشترت الأرض أم جمال تادروس، هي كانت جارة لأصحابين هاي الأرض، قالت لهم إنه لو سمحتم بدي أخذ الأرض أنا وعمر عليها بيت لأولادي. بالطريقة هاي باعوها الأرض، سجلت الأرض باسم بطريركية الروم الأرثوذكس. هلأ بدنا نيجي للبناء، إحنا هاي كنيسة صغيرة لما يكون فيها بس فقط 8 بنوك، والرعية كانت منقطعة عن الصلاة فيها لأن الكنيسة صغيرة ما بتوسع شيء. طلعنا على رحمة البطريرك الله يرحمه مثلث الرحمات اللي هو ذيوذروس، قال أنا بعطيكم ب 9,000 لحد 10,000 دينار، طبعا مش كاش،
عبارة عن حفريات، نبلش بالحفريات هون، وبرع بجوز 3000 للحفريات، للحجر أكم من 1000، للحديد وإسمنت، طلعت حلو 9000 إيش. كان جاي من اليونان، من دير، من جبل أثوس، الله يرحمه ويقدس روحه أبونا إسحاق الأثوسي، وهو على فكرة راح ممكن يطبوه قديس خلال كم من سنة. فأجى زار الموقع، تعرف هذول الربان منين لهم فلوس وكذا، طال كم من فراطات، قال هذول بركة مني، كملوا الكنيسة. بلشنا اللي متبرعات، واللي أشرف على هاي الكنيسة من بدايتها حقيقة جزاه الله كل خير، اللي هو المهندس المعماري نبيل يوسف المصري، تبرع بدون أي مقابل حتى انتهت، وإلى الآن نستشيره في أي شغلة في الكنيسة، هو على أتم الاستعداد يساعد. بس حقيقة نشكر الله، خلصنا من 85 إلى 89. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك نوح ملجأ لكل الخطى. الأيقونات اللي على الإيكونوستاس اللي هنيك رسمها رسام سوري اسمه جورج النورا، بعدين أجانا الله بعث لنا واحد رسام عراقي ما له خبرة كان بالرسم البيزنطي، بس لكن أعطينا أيقونات، قال بعمل مثل هذا الحكي بالتسعينات 97، رسم هاي الأيقونات ولزق لنا إياها. طبعا كل هذا الأساس اللي انت شافه تبرع من البنوك، من البعثة البابوية، الله يبارك فيه السيد رائد البهو اللي هو تبرع لنا في البنوك، القرنيط من مجلس الكنائس العالمي، ترميد الكنيسة، يعني الأشياء الكبيرة أنجزت نشكر الله. وبالفعل قمنا بتأسيس هون في الهاشمي، كان يعني بشكل رسمي، كانت هي من أول موجود من الأحد، كان مسؤول عنها الأستاذ جمال الفرحات اللي هو كان أمين عام وزارة النقل، ومدامته هيفا صادق محامية مستمية من درس الأحد، وكانت نشيطة جدا جدا. والشبيبي وكانت تقوم بنشاطات كثير جميلة حلوة على مستوى المخيمات، على مستوى اللقاءات روحية مع الكنائس الثانية، ومخيمات تقام في مناطق مختلفة. نقوم بصلواتنا الآن بشكل كثير كويس، في ناس يعني مش بنفس العدد اللي كان السابق فيه، لأنه رحل أكثر من 100 عائلة، تصور يعني عدد هذا مش قليل، ولا يزال في عملية الهجرة الداخلية. درس الأحد انضموا ضمنهم إلى جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية المشرفة على مدرسة الأحد، عملها الرعائي أو الخدمات في الكنيسة واضح، وهي على تم السلات تقدمت كل المساعدات للكنائس، بالتالي التكلفة تكون عالية شوي لمدرسة الأحد في الصرف رحلات ومصاريف. فالجمعية مشكورة تحملت هذا الشيء. طبعا في ذخائر، في عندنا ذخيرة القديس جورجيوس موجود عندي، وعندي ايضا من ثوب من القديس يوحنا الذهبي الفم، قطعة صغيرة برضه كمان. بالنسبة للعظام الموجودة هناك عند امام الباب الشمالي، هي وجدوها في احدى الكنائس
الأثرية التي تعود إلى القرون الأولى الميلادية. فربما سيدنا بنديكتوس قال ممكن يكونوا شهداء، ممكن يكونوا أبرار، ممكن، فبالتالي نوزعها على الكنائس. فنحن أخذناها ووزعها على الكنائس وحطيناهم. إذا وربنا يعرف هذا الشيء، وإحنا بنية صالحة يعني أخذنا هذا الشيء وحطيناه. بحب أضيف أن المرتلين اللي كانوا هون على هاي الفترة، كان في المرحوم نجيب عويس من الخمسينات، ظل نهاية في 83 84 85، ظل مرتل في الكنيسة من الخمسينات هو برتل. القديس جورجيوس محبوب من الكل، والمنطقة عندنا هون سواء عند المسلمين والمسيحيين معروف، فمعظم الكنائس في الأردن هي سمت القديس جورجيوس. يورس المزارع، شفيع المزارعين. بالتالي كونه محبوب ومعروف للجميع سميت على اسم هذا القديس. مساكنك محبوبة يا إله القوات، ففي بيتك يا رب ينبغي السجود والإكرام لمجدك، فاحفظ بيعتك الأرثوذكسية من الآن وإلى دهر الداهرين. آمين. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق.